بيحكوا هيك بيكونوا اللي ما جربوا ما دقوا طعم الجوائز. ليه؟ لأنه الجائزة بيكون دائماً لها مردود معنوي كتير حلو بيعيشه، سواء كان الفنان، الثقافي، السياسي، سبيشلي هون نحن هلأ في مهرجان الضيافة، مهرجان عن جد عم بتضم مجموعة كبيرة من شتى المجالات، مسرح، سينما، تلفزيون، سياسة، مثقفين، فعن جد بتشكرهم كتير على هذا المهرجان، وإن شاء الله يعني ينال يكونوا موفقين فيه ويقدموا الشيء اللي هم حابين يعملوه، وبتشكرهم اكيد لدعوتهم لإلي. طيب صراحه لاكون صريحه معك ما عندي درايه كامله بالشو مين اللي عم بتكرم اليوم، ولكن اكيد بقول لهم مبروك وبتمنى لهم التوفيق دائما. شكرا كثير لك. كلمه اخيره لموقع فوشيا او لجمهورك عبر موقع فوشيا. حاضر، حقول لهم كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم يا رب، تكون سنه الهنا والسعد 2018، تحققوا فيها كل احلامكم اللي انتم حابين تحققوها، ويعم هيك الفرحه والطمأنينه والسكينه بقلوبنا كلياتنا يا رب. ماشي.